بالحديث عن الاقتصاد. ده دلوقتي موعدنا مع أبرز وأحدث الأخبار الاقتصادية اللي هيصحبنا فيها الزميل لؤي أباظة اللي بنصبح عليه في أولى لقاءاتنا معاك النهاردة في هذا الصباح. إليك لؤي، تحياتي. صباح الفل والسعادة عليك يا منة، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة من أخبار الاقتصاد، حيث ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية أن رئيسة الوزراء ليستروس تسعى لتخفيف قواعد الهجرة بهدف تعويض نقص القوى العاملة، خاصة بعد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكسيت. وقالت الصحيفة إنه من المقرر تخفيف قواعد الهجرة كجزء من مهمة ليز لتعويض نقص العمالة وتعزيز نمو الأعمال ما بعد بريكسيت. قالت صحيفة ميل أون ساندي البريطانية إن رئيسة الوزراء ليستروس تخطط لمزيد من التخفيضات الضريبية، وذلك رغم ما أثرته الميزانية المصغرة من حالة ذعر في الأسواق فور الإعلان عنها من قبل وزير المالية كواسي كوارتينغ، فيما ردت رئيسة الوزراء بقولها إنها غير نادمة على ذلك. ودافعت تروس عن الميزانية ضد انتقادات التخفيضات الضريبية لأصحاب الدخول المرتفعة، حيث أعلنت أمس الأحد أنها تسعى وراء ما سمته دولة منخفضة الضرائب غير غنية بالفرص. قال أحدث تقرير أعده بنك الشعب الصيني البنك المركزي في الصين إن انفتاح السوق المالية الصينية أضاف المزيد من الجاذبية للمستثمرين خارج البلاد حيال الأصول المقومة باليوان الصيني، مشيرا إلى أن أكثر من 80 بنكا مركزيا أو سلطة نقد في الخارج تعتمد اليوان في احتياطياتها من العملات الأجنبية. وأضاف التقرير أنه بحلول نهاية عام 2021 كانت الكيانات الخارجية تحتفظ بقيمة 10.83 تريليون يوان، أي نحو 1.55 تريليون دولار أمريكي من أصول اليوان الصيني. وفي ظل أزمة نقص الغاز التي تعاني منها كثير من دول الاتحاد الأوروبي على رأسهم ألمانيا، قالت الحكومة الألمانية إنها تدرس الاستحواذ على شركة SEFI، وهي الجزء الألماني من شركة للطاقة تابعة لشركة غاز بروم الروسية. وتأتي تصريحات الحكومة الألمانية بعد أن أعلنت في وقت سابق نيتها الاستحواذ على حصة 99% من شركة يونيبير لاستيراد الغاز، والتي كانت تواجه مخاطر اقتصادية نتيجة تراجع وتوقف إمدادات الغاز الروسي. خلال العام الحالي تراجعت العملة البريطانية أمام العملات الأخرى بقوة، حيث لامست أدنى مستوياتها منذ نحو 37 عاما الجمعة الماضية بعد أن أعلنت المملكة المتحدة عن بيانات تظهر تباطؤ النشاط التجاري ما يرجح دخول البلاد في حالة ركود اقتصادي. وتأثر الجنيه الاسترليني أيضا بإعلان وزير المالية البريطاني كواسي كوارتينغ عن تخفيضات ضريبية في البلاد وإجراءات لدعم الأسر والشركات، بالإضافة إلى وضع مكتب الديون البريطاني خططا لإصدار سندات خلال السنة المالية الحالية بمقدار 72 مليار جنيه استرليني، أي بنحو 79.74 مليار دولار لتمويل التحفيز. وإلى أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار أمس أمام الجنيه المصري ليسجل 19.44 جنيه للشراء و 19.50 للبيع. بالنسبة لليورو أيضا فقد استقر عند 18.79 للشراء و 19.20 للبيع. واستقر أيضا سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري عند 21.79 جنيه للشراء و 22.15 للبيع. بالنسبة لليوان الصيني أيضا فقد استقر عند 2.72 جنيه للشراء و 2.74 للبيع.
أما عن العملات العربية فقد سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 5.16 جنيه للشراء و 5.18 للبيع. بالنسبة للدرهم الإماراتي أيضا فقد استقر عند 5.28 جنيه للشراء و 5.32 للبيع. أما عن أسواق الذهب فقد شهدت في مصر أمس الأحد استقرارا نسبيا في الأسعار بزيادات طفيفة بلغت جنيهين فقط، فيما لم تسجل أي ارتفاعات كبيرة مقارنة بالأسبوع الماضي. وعن أسعار الذهب في الأسواق فقد سجل عيار 21.130 جنيه، أما عيار 24 فسجل 1.291 جنيه للجرام، وسجل أيضا عيار 18.969 جنيه، فيما وصل الجنيه الذهب ل 9040 جنيه. إذا مشاهدينا كانت هذه جولة سريعة في أخبار الاقتصاد، وهذه عودة للزميلة منا لاستكمال فقرات باقي أخبار الصباح.